نشتغل. خلاص احنا اول حاجه هنبداها امر اخواتك ازاي تقيسوا من على حاجة بندوس ايه عشان نجيب القائمة الرئيسية. انتر ماشي. بعد كده ننزل لحد ميجرمنت كرنت اهو. طب اخرج تاني وادخل تاني. انتر ميجرمنت كرنت نفس الكلام هنا. سنترال يونت كرنت هي سنتر يونت. انا مش عايز سنتر يونت، عايز البي اللي انا حاين على البي. فادخل على البي يونت هي دي الاستيميتريات اللي انا حاين عليها حاليا. بارت ميجرمنت كرنت. ما تصبر بس خد المعلومه كامله من الميجر ريفيو سنجل لاين دايجرام، تعملها وتعمل ابديت ستاتس وهتديك القيم بهي. ده حاجه ماشي، او من خلال نقيم ده. انا لو انبوت ميجرمنت A603 اللي انت حاين عليها ادي 200 200 200 وهذا القيمة. لازم اعمل ابديت؟ ايه؟ لازم اعمل ابديت دلوقتي؟ عاوز تعمل ابديت او اوتوماتيك ابديت سايكل. في انالوج انبوت دي مش بتيجي من اني سيتنج ولا كونفيجريشن فيو من فيو. ها من فيو فيو كله من فيو. انت قللت اهو 56 خلاص. كنا خاينين 1.10 و 3%. دلوقتي جاب كام هنا؟ فين 56 56 ماشي اوكي. بدي اول حاجه، اول اختبار معانا هو اختبار ماشي differential alarm pickup and the timing test for bus zone. خلاص ايه اللي هنعمله وهنعمله ازاي ده؟ اللهم صل عليك يا نبي. احنا قلنا لو احنا ما كان امبارح ما بنشرحهم، احنا قلنا لو مثلا سي تي انفتح على كلام من ده ومر طيار هيعمل الارم وكلام من ده الاختبار بتاعه. طيب الاختبار بتاعه قيمته ازاي؟ هتروح هنا. احنا في اول حاجه ده differential alarm pickup and the timing test for bus zone. هتروح bus zone، تروح setting bus bar bus zone and the differential current alarm 10 والتايم بتاعه كام؟ 5 ثواني. طبعا احنا عشان نخلوه عالي نخلوه اقل شيء انت عايز تجيب بيك اب في زيرو ماشي؟ ماشي. تبقى كام؟ ماشي. 1 سكند اوكي. وفايل وداونلود تو بروتكشن سيستم. مش انت عندك الفايل اصلا بره؟ هتخلص وتبعته على طول؟ بتقول ايه؟ اخد باك اب هتبعته بعد ما تخلص؟ يا عم اي حاجه نخلصوها ونرجعها. The service record information has been changed in the direction. Yes. تبعت ايه يا عبدو؟ غيرت ايه وبعد؟ غيرت السيتنج بتاع التايم. ايه الاندكس بي اللي انت بتغيره ده؟ الاندكس بي دي طالما انت هتغير وتبعت حاجه جديده هو ايه؟ غير اندكس بي. بعد كده بي غير اندكس سي. ممكن يا هندسه بالميجرمنت.